بين بريطانيا والولايات المتحدة. على وجه التحديد تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني. صديق بوتين الأشقر الشيشاني يتوعد بدخول كييف، وأمريكا تقول في وجه الممثل لن يبقى لدينا مال للدعم الأوكراني. فهل يتخلى العام سام عن زيلينسكي؟ طباخ بوتين يضع خطته الأخيرة، والمرتزقة الأمريكيون يسقطون قتلى في باخموت. سماء كييف تشتعل بصواريخ روسيا الخطيرة، وأنظمة باتريوت الأمريكية تحاول صدها. روسيا تكشف سرا خطيرا وراء الدور الأمريكي في الحرب، وبيسكوف يعلنها للعلن. بريطانيا وأمريكا لن تؤثر على مسار الحرب، سندخل كييف. فما هذا يا أبناء القيصر؟ الرئيس الفلسطيني يصرخ في وجه أمريكا. لندن وواشنطن مسؤولتان عن نكبة الشعب الفلسطيني. إيلون ماسك أمام قضايا جنسية خطيرة، وشركاته في خطر الفضائح. وحدات مدفعية القوات المحمولة جوا الروسية تدمر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. رجال المدفعية من اللواء الرابع على المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية تدمر مواقع استراتيجية للجيش الأوكراني في اتجاه سيفرسك. وطيران التابع لقوات الفضاء الروسية تضرب بعنف تراكمات القوى العاملة ومعدات الجيش الأوكراني في اتجاه أفديفسكي. أما أطقم الدبابات من جيش الدبابات الحرس الأول بالمنطقة العسكرية الغربية الروسية في اتجاه كوبيانسك تثبت فعاليتها في مناطق القتال. غابات كريمينايا تشتعل بالصواريخ الروسية، والطائرات الهجومية الروسية تضرب أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة وغير موجهة. كما شهدت الجبهات عدة اعتداءات على مقرات القوات المسلحة الأوكرانية ومكاتب التجنيد وأحد نقاط تجنيد المرتزقة. هنا نشاهد لقطات لنوع جديد من الأسلحة في الصفوف الروسية، وهو تعديل لحاملة أفراد مصفحة بيبر يشبه الدبابة تقريبا، ويمكنها من إطلاق كل من الألغام والقذائف المختلفة. كما تتمتع هذه التقنية بقدرة عالية على المناورة والسرعة العالية. العمل القتالي لأطقم الدبابات الروسية على أشده في أغليدار. أما في سيفرسك فتحترق المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية بعد أن قوبلت بمدفعية اللواء الرابع من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية. كما قصفت مدفعية اللواء 123 من مجموعة القوات الجنوبية مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وأحرقوا معداتها. وفي الاتجاه الشمالي للجبهة اكتشف مشغلو كواد كوبتر من كتيبة الأشباح التابعة للفيلق الثاني بالجيش الروسي مجموعة من جنود القوات الأوكرانية وأتبعوهم إلى الملجأ، وبعد ذلك باغتوهم بالمدفعية. جنود اللواء 155 من حرس البحرية لإسطول المحيط الهادئ دمروا مدرعات تابعة للجيش الأوكراني. كما تم تدمير أنظمة صواريخ بوران التابعة للجيش الأوكراني من خلال ضربات لانسيت كاميكازي بدون طيار بتفجيرات الصواريخ الروسية. أما من شوارع الموت في باخموت، حيث أن قوات فاغنر تقدمت بمقدار 220 مترا واستولت على 8 طوابق متعددة و36 منزلا، ولم يتبقى للقوات الأوكرانية سوى 1.59 كيلومتر مربع. زحف فاغنر يتقدم يوما بعد يوم. ومن الخطوط الأوكرانية، اللواء 406 من القوات المسلحة الأوكرانية يواصل إرسال الصواريخ إلى الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون. وتم تدمير هوائي الحرب الإلكترونية الروسي من خلال ضربة دقيقة في منطقة كاخوفسكي. كما يواصل مشغلو الطائرات بدون طيار باستهداف تجمعات الجنود الروس ومواقعهم في مناطق مختلفة على الجبهة. ومن الجو، تواصل طائرات الكاميكازي بدون طيار الأوكرانية ملاحقة واستهداف الآليات العسكرية الروسية، بل وحتى مقاتلو اللواء 66 للقوات المسلحة الأوكرانية يواصلون استهداف وتدمير العديد من الدبابات الروسية على نطاق واسع في خط القتال. يأتي الرد الروسي من خلال استخدامهم للذخيرة الحارقة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الطرق الشمالية لأفديفكا. ومن مشغلي الطائرات، حيث نشروا لقطات بعنوان يتم تسليم القنابل اليدوية للأوكران من خلال الفتحات. وبينما العمل القتالي للطائرات بدون طيار الروسية لا يهدأ في كل مناطق الجبهات، المدفعية من اللواء
155 من المجموعة الخامسة يستهدفون آليات الجيش الأوكراني ويدمرون مواقعه. ومن كييف، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا مكثفا في الليل على أنظمة الدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كييف، واشتعلت سماء أوكرانيا وكأنه فيلم نهاية العالم بالنسبة للأوكران. اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بتأجيج الصراع في أوكرانيا باستمرار توريد السلاح إلى كييف، ليسانده المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن لدى الكريملين موقفا سلبيا تجاه خطط لندن لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر على مسار العملية الخاصة. أما أمريكا وبحسب مجلة بوليتيكو أنه لم يتبقى لديها سوى 6 مليارات دولار من أصل 48 مليار دولار تم رصدها لأوكرانيا. كما يقول المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز أن الوضع الاقتصادي في البلاد بحلول موعد الانتخابات في العام 2024 سيصل إلى درجة من الحدة ستجعل فرص إعادة انتخاب جو بايدن تتضاءل إلى حد كبير. فما رأيكم متابعينا؟ هل ستتخلى الولايات المتحدة عن دعم زيلينسكي؟ وهل سيرشح بايدن نفسه للرئاسة؟ وفي نيويورك باجتماع عقدته اللجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن لندن وواشنطن مسؤولتان عن نكبة الشعب الفلسطيني، وكان ذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ومن موريتانيا، حيث طالبت المعارضة الموريتانية اللجنة المستقلة للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط بسبب التغيير في النتائج. قال إيلون ماسك إنه لا علاقة له بالممول جيفري إبستين، ولا علاقة له بدعوى جزر فيرجن الأمريكية ضد جي بي مورغان، وهي المؤسسة المتهمة بالمساعدة في تنظيم الاستغلال الجنسي للقصر. قديروف ومن على متن دبابة T-72 المحدثة يقول: يا من تتباهون بدبابات أبرامز، دبابتكم مجرد لعبة أطفال، هنا القوة الحقيقية. على متن مثل هذه الدبابات سندخل كييف ونقتلع جذور النازية ونكسر في طريقنا دبابات أبرامز كما نكسر الجوز، انتظرونا. فما رأيكم متابعين الكرام؟ هل سيدخل رمضان قديروف إلى العاصمة الأوكرانية كييف ويحسم الحرب لصالح القيصر؟ وكيف برأيكم سيكون الوضع الاقتصادي في أمريكا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على قناتي أحداث الكوكب.